أحيانا بنلاقي بعض كتب التاريخ والمؤرخين يتحدثون أن هيرودوت كان شخصا سلطوي، دائما ما كان ينحاز إلى طرف ويطيح بالطرف الآخر، فهو شخص أفاق وعاطفي، دائما ما كان يرفع شأن حضارة عن حضارة أخرى أو ملك عن شأن ملك آخر، بس دي عمرها ما كانت الحقيقة. الحقيقة إن هيرودوت صاحب فضل على الحضارة المصرية القديمة، فهو أحد أهم المصادر في كتابة التاريخ المصري القديم، وبسببه ذاع صيت الفراعنة منذ القرن ال15 وليس كما هو شائع في القرن ال19، بسبب مؤلفاته وتدوينه لآثارها القديمة وتكنيك سرده للحكاية أثناء زيارته لمصر. فلو أنت بقى بتشوفنا على الفيسبوك ومهتم تعرف أصل حكاية هيرودوت ليس بأفاق، يا ريت تعمل لايك وشير للحلقة، ولو أنت بتشوفنا على اليوتيوب يا ريت تعمل سبسكرايب للقناة، ويلا نشوف بينا أصل الحكاية في بداية الخيط. في حوالي 450 قبل الميلاد هيرودوت زار مصر علشان يشوف آثارها القديمة ويدون أخبارها، وبسببه سرعان ما اهتم الجغرافيين والمؤرخين وتبنوا منهجه وعلى رأسهم استرابو وديودوروس وغيرهم كتير. ويمكن أكبر دليل إن هيرودوت ليس بأفاق أو حتى عاطفي يميل لطرف عن الطرف الآخر إن كانت الحروب الفارسية هي المحور الأساسي لتاريخ هيرودوت، وتحديدا تدوينه لما أصاب الملك الفارسي زيركسس، وأنه أصر على امتداح شجاعة الفرس أمام الإغريق اللي هو منهم أصلا، وهنا قدر أنه يتغلب على انتمائه وعواطفه وفضل حبه للعدل، فكان تأريخه عملا غير عاديا يستحق التقدير والثناء عليه في وقتنا الحالي. هيرودوت لما زار مصر فضل اتنقل فيها لغاية لما وصل جزيرة فيلة في أسوان، وبصراحة قدم لنا كنز ثمين جدا من المعلومات اللي لغاية النهاردة تعتبر أحد أهم المواد الخام لعلماء الآثار المصرية. فوجه اهتمامه الأول إلى التركيب الجيولوجي والمظاهر الجغرافية، فوصف لنا الريف المصري بشكل يدل على علمه التام بأحوال البلاد، ووصف لنا النيل ومنابعه وفيضانه وأطواله ومميزات الدلتا وحياة سكان المستنقعات. مش بس كده، كان عنده بعض الملاحظات الدقيقة في وصف العادات المصرية، وقال إن هناك بعض المسائل تحدث في مصر على نقيض تماما عند الشعوب التانية، فالنساء هم اللي بيروحوا الأسواق في حين إن الرجال في البيوت يقومون بنسك الأقمشة، والكهنة في مصر كانوا بيقصوا شعرهم، لكن الكهنة في بقية بقاع العالم كانوا بيسيبوا شعرهم طويل، والناس العادية بتكتب من الشمال لليمين، أما كتبة النيل بيكتبوا بالعكس، بيقولوا إن هي دي الطريقة الصحيحة. وهيرودوت كان بيروي تاريخ مصر زي ما كان بيسمعه من بعض الكهنة وبعض الملوك اللي حكموا مصر وعلى رأسهم الملك مين، وحتى الأساطير برضو كان بياخد منها بعض الأشياء، عشان كده يعتبر أكتر مؤرخ عرفنا بأدبيات المصريين القدماء، فكان معجب جدا باللابرانس وبحيرة موريس في الفيوم والمعابد العظيمة في بوباستس وسايس ومنف، وكمان اهتم بأنه يبرز المسائل الدينية، فكان بيحاول يطابق بين آلهة مصر وآلهة الإغريق، ووصف الأعياد الدينية بالتفصيل والعادات الجنائزية. وبكده يكون هيرودوت قدم لنا وصف تاريخي وشرح أثري وبحث اجتماعي عن مصر القديمة، وما اختلفش كتير عن اللي قدمه علماء المصريات فيما بعد، وده طبعا كان في حدود إمكانيات عصره المتواضعة. وبعد كده بقرن من زمن هيرودوت جه بعد كده الملك بطرموس الثاني فيلادلفوس، وكلف الكاهن المصري مانيتون بكتابة تاريخ مصر القديمة باللغة اليونانية. وبالمناسبة مانيتون ده كان أصلا من سمنود، وده يعتبر أكتر عمل شامل تم كتابته عن تاريخ مصر، لكن للأسف مش باقي منه غير مقتطفات، وهو ده اللي قسم تاريخ الفراعنة إلى 30 أسرة، واللي شجع المؤرخين القدماء على دراسة التاريخ المصري والاهتمام بتدوينه، ولع وعشق الأباطرة الرومان لمصر وحضارتها. وعلى سبيل المثال الامبراطور الروماني هادريان بسبب ولعه الشديد بمصر خلاه يزور مصر مرتين، الاولى سنه 117 والثانيه كانت سنه 130 ميلاديه، واثناء الزياره الاخيره وقع حادث اليم لانطونيوس الشاب الوسيم اللي كان هادريان الامبراطور الروماني كان معجب بيه جدا، لانه رمى نفسه في النيل قبل الوصول الى طيبه، وتخليدا لذكراه اسسها الامبراطور هادريان في نفس مكان الانتحار مدينه سماها انطونوبلس، وفي روما تم نحت ليه بعض التماثيل مستلهمه من اسلوب الفن المصري القديم، وبعض هذه التماثيل تم العثور عليها في قصر هادريان بتيفولي قريبا من روما. وعلى اثر مؤلفات هيرودوت خلى فيه ولع للحضاره المصريه القديمه، ومن اهم الاثار في بدايات العصر الروماني الاهرامات المزين بها قبور الرومان، ولغايه النهارده موجوده في مقابر الفاتيكان. ومش بس كده، هرم كايس شيستيوس اللي لغايه النهارده قائم على مشارف روما القديمه، والمثير ان الهرم ده مش مفتوح اصلا للزياره، لكن من فتره اعلنوا ان هيتم فتحه لمده يوم واحد بس، وهيتم استقبال فيه 20 زائر لمده 90 دقيقه فقط،
يخليهم يستكشفوا الممرات الموجودة تحت الأرض. وعايز أقولك إن عدد المسلات الموجود في ميادين روما عددهم يفوق عدد المسلات اللي موجودة في معبد الكرنك. علشان كده في حلقتنا النهاردة كنا عايزين نقول إن بسبب مدونات هيرودوت ومانيتون وغيره من المؤرخين القدماء كان من أحد أسباب ولع الشعوب التانية، وده ساعد للترويج لمصر أثريا وسياحيا، وسابوا لنا مادة خام للمعلومة اللي خلت علماء المصريات في العصر الحديث من خلالهم يكملوا اللي بدأوه. وبكده نكون وصلنا نهاية حلقتنا النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم وفادتكم، وأشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم بداية الخيط، وما تنسوش تبصوا على مصادر حياتكم تحت في الديسكريبشن. ولو حلقتنا النهاردة عجبتكم يا ريت ما تنسوناش من السبسكرايب الجميل للقناة. يومكم سعيد.